بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة مصر البلد في كل مكان، أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامج حكايات بلدنا، معكم محمد طاهر. النهاردة في الحقيقة هنستمر مع حضراتكم في زيارة أو أكتر من زيارة داخل المناطق الصناعية زي ما اعتدتوا أسبوعيا، في لقاءات متعددة ولقاءات متنوعة ولقاءات مع مختلفة بتجمعنا بأكتر من مستثمر في قطاعات صناعية مختلفة. بنحاول يعني زي ما بيدور حديث في الشارع أو كلام وسط المعنيين عن الصناعة، بنحاول دايما نكون متواجدين بالقرب من الصناع والمنتجين والعمال، وكمان بندي لحضراتكم مساحة للمناقشة في إطار دعم الصناعة المصرية. النهاردة في الحقيقة معانا أكتر من لقاء وأكتر من زيارة، يمكن النهاردة معانا خمس تقارير أو خمس زيارات مختلفة، من ضمنها زيارة ترتبط بمجموعة الحسن والحسين. هي في الحقيقة صناعة اللحوم أو صناعة الصناعات الغذائية بشكل عام من الصناعات اللي دايما بنشوف حواليها في المجتمع لغط، بنشوف مخاوف لدى المستهلك. النهاردة في الحقيقة زرنا وهنعرض لحضراتكم ده بعد شوية، زرنا مجموعة الحسن والحسين، التقينا هناك بالمسؤولين والمعنيين، وكان في الحقيقه كلامهم كله ثقه عن هذا المنتج. ويمكن تابعنا قريب مسؤول اشاد في تصريح، انا مش هقول اسمه، بالمنتج بالاسم، يعني يمكن ده طرح عندما سئل هذا المسؤول عن مخاوف المستهلك المصري من تناول اللحوم، ورد الوزير او المسؤول وقال بالاسم الحسن والحسين من المصانع الأمنة يعني صناعية. كمان النهاردة في الحقيقة هيكون معانا زيارة لمصنع من الصناعات الجلدية أو صناعات الأحذية. في الحقيقة صاحب هذا المصنع اتكلمنا معاه في إطار هذا القطاع والمشاكل اللي بتقابله، لكن في الحقيقة كان ردوده مختلفة. إيه المختلف؟ المختلف في الحقيقة إن إحنا دايما بنزور المصانع بنسمع شكاوى مريرة من أصحاب المصانع بيقولوا ما بنكسبش، الصناعة في تراجع، الصناعة بتواجه في الحقيقة فترة صعبة جدا من الخسائر. لكن الغريب في لقائنا مع المهندس فاضل مدكور في الحقيقة رئيس مجلس إدارة مصنع دك لصناعة الأحذية، ورنا يعني زاوية تانية للصناعة المصرية. قال في الحقيقة لكل مجتهد النصيب، مفيش حد ما بيكسبش، كله بيكسب وبيكسب كويس جدا، والدولة بتدعم بشكل جيد الصناعة، لكن مع وجود بعض يعني الثغرات اللي احنا لو تابعناها او تابعها المعنيين عن الصناعة عن قرب، كمان مع تعاون المستثمر هنقدر ننهض بالصناعة المصرية، وكمان يكون عندنا منتج مصري يقدر ينافس في الأسواق الخارجية. النهاردة كمان كاميرا البرنامج هتزور بعض محافظات الصعيد، جولة سريعة التقينا فيها بمجموعة من المستثمرين اللي كلمونا بحقيقة عن حركة الاستثمار في الصعيد بشكل عام، سواء الاستثمار التجاري أو الصناعي، وهنشوف ده حضراتكم النهاردة في إطار التقارير اللي قلت عليك لحضراتكم عليها في بداية الحلقة، وهنختتمها بزيارة لمحافظة الدقهلية. لكن في الحقيقة قبل ما نروح لزيارتنا النهاردة، يعني واحنا بنقرب كده من نهايه 2018، وطبعا بقول الاول لكل اللي بيشوفنا النهارده كل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم طيبين. النهارده حابب استعرض مع حضراتكم سريعا اهم المحاور اللي قابلتنا في اطار جولاتنا الصناعيه خلال عام 2018. المحور الاول، المشكله الاساسيه اللي الحقيقه كانت بتمثل قاسم مشترك بين جميع المصنعين في كل المناطق الصناعيه، يعني سواء بلطيم، جمصه، طوبس، الاسماعيليه، وانا هنا مش عايز ادخل في اطار يعني ذكر كل المناطق الصناعيه، كانت الشكوى الوحيده المشتركه بين جميع المصنعين غياب الايدي العامله. طب ايه المشكله يا جماعه؟ طب هل المساله مرتبطه بتدني الاجور؟ بضعف الرواتب؟ لا. أنا بشوف النهارده بعض أصحاب المصانع في الحقيقة وصلت الرواتب والأجور عندهم لخمسة وستة آلاف جنيه. لكن كانت المشكلة الأساسية
برضه اللي اتكلم عنها اصحاب المصانع والسبب الرئيسي في هجره العماله من المصانع، وهو في الحقيقه السبب قد يؤدي الى تراجع الصناعه المصريه الى الوراء كثيرا، هو ظهور التوك توك بشكل مكثف في المدن ومحافظات مصر المختلفه. طب ايه علاقه ده بده؟ هقول لحضراتكم. النهارده لما اتناقشنا مع بعض اصحاب المصانع فوجئنا بان يعني العماله الحرفيين الصناعيه بداوا يفضلوا النهارده الشغل على التوك توك في اطار البحث عن المكسب السريع، يوميا ب 100 جنيه ب 200 جنيه براحه، مشغل الاغاني، الدنيا حلوه زي ما بيقولوا، بقى بعيد عن الانتاج وبعيد عن الدوشه. طب وصناعتك؟ ده 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 خطاب يمكن قلناه للعمال في بعض الحلقات. لكن الجزء الثاني كمان يلقى في الحقيقه المسؤوليه فيه على عاتق التعليم الفني. بنشوف مصانع عندها القدره او عايزه تاخد خطوه في اطار التعاون مع التعليم الفني لتدريب الطلاب وتاهيل الطلاب الى سوق العمل الحديث. ليه بيحاولوا كده؟ لان في الحقيقه مش هناخد خطوه صناعيه من غير كده. يعني النهارده اذا جينا بصينا على الدول المتقدمه او الدول العظمى صناعيا، الاهتمام الرئيسي بالتعليم الفني على حساب التعليم العام، وده طبعا النهارده مش موجود في مصر، لان النهارده ويمكن اتكلمنا مرارا وتكرارا في هذه المساله وقلنا ان ليها في الحقيقه ابعاد كثيره ترتبط كمان بثقافتنا كمصريين. النهارده تسال الشاب او تسال الطالب ليه ما بتتجهش للتعليم الفني؟ لانه بيخاف، بيخاف من الرفض المجتمعي. طب الطلاب اللي بيدخلوا التعليم الفني هل بيستفيدوا منه؟ لا. اتكلمنا في الحقيقه في اللقاء اللي انتوا هتشوفوه بعد شويه في زيارتنا لمجموعه الحسن والحسين، اتكلمنا في التعليم الفني وازاي النهارده بعض المصانع بتقدر او بتسعى لتوفير مدرسه كادر داخل المصنع، لكن كل اللي محتاجاه كونتاكت مع التعليم الفني لتوفير او تدريب الطلاب. طيب قبل ما اروح مع حضراتكم لجولات البرنامج وزياراتنا المختلفه، خلونا ناخد اتصال من الاستاذ عبد الغفار مغاوري محامي مصنع القوميه للاسمنت، هنتعرف من خلاله على ابعاد الازمه اللي في الحقيقه طرحناها خلال بعض الحلقات السابقه. اهلا وسهلا خير يا فندم. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا استاذ غفار. انا سمعنا في الحقيقه ان في بكره يعني في انتظار جلسه. بكره هي الجلسه الثانيه المقامه امام محكمه القضاء الاداري من العاملين بالشركه القوميه للاسمنت. استاذ عبد الغفار استاذنك سريعا بس. اتفضل. سريعا قبل ما ندخل في اطار التفاصيل القانونيه عشان بس اللي بيتابعنا وما يعرفش ابعاد الازمه. سريعا سريعا كلمني عن ازمه القوميه للاسمنت. ازمه القوميه للاسمنت مثلها مثل ازمات كل الصناعات الانتاجيه في الدوله. يعني فيها عمليه افساد وتخريب متعمد وممنهج من اجل القضاء على الصناعات المهمه والاستراتيجيه في الدوله. والقوميه للاسمنت هي اخر مصنع موجود تملكه في الدوله، وللاسف في اطار صناعه الاسمنت. تفضل. في اطار صناعه الاسمنت اخر مصنع في اطار تمام. اخر مصنع في اطار كم عامل يا فندم؟ 2050 عامل. المشكله مش في 2050 عامل، كان المصنع ده مصدر من مصادر الدخل القومي للدوله. تمام. المصنع ده على مساحه 876 فدان. المصنع ده فيه اربع افراد بيشتغل في كل بيشتغل في الجبس والاسمنت والطوب الاسمنتي اللي بيخش في الارصفه وشوارع الدوله. بيمد جهات حكوميه بانتاجه. عنده بيعمل خام الكلينيكر وبيديه، واللي هو اللي هو بيخش في صناعه الاسمنت بيديه لشركات كبيره جدا بتصنعه. المصنع ده مساهم في شركه اسمنت السويس والنهضه لاسهم. المصنع ده مصدر من مصادر الدخل. استاذ غفار طب استاذنك قول لي سريعا، قول لي سريعا ايه حجه التصفيه او التوقف؟ ايه يا فندم؟ ايه الحجه اللي النهارده بتعتمد لا توجد اي حجه ان هم بيعتمدوا على بيقيموا طبعا الشركه بمبلغ زهيد جدا. الشركه احنا عندنا دراسات في معيار الانتاج وحده فقط يعني 10 مليار جنيه غير باقي الاصول الاساسيه ما بين ارض وما بين مصانع تعمل مليار لوحدها. المصانع نفسها
ان انا عندي اقدر اشغله بالمازوت، اقدر اشغله بالغاز، اقدر اشغله بالفحم. انتوا طرحتوا بدائل، طرحتوا بدائل، ويمكن يمكن طرحنا ده في حلقه سابقه من برنامج حكايات بلدنا. حضرتك كده كنت بتتكلم على التدريب والتعليم الفني. حضرتك كل المصانع الاستراتيجيه اللي كانت موجوده في الدوله، سواء مراجل او غزل ونسيج او قوميه واسمنت او صناعه سيارات، كلها كان في ريها. الاتصال اتقطع. طيب هنحاول من خلال الزملاء في الكنترول اعاده الاتصال مره ثانيه، لكن على ما يعني على ما يعيد الاتصال هنطلع مع بعض، نروح بقى مع بعض الاول زياره من زياراتنا النهارده، وزياره سريعه زي ما قلنا اتكلمنا فيها عن التعليم الفني والتعاون بين المصانع والتعليم الفني في تدريب الطلاب، وكمان صناعه اتكلمنا فيها عن هذه الصناعه، صناعه اللحوم، وثقه ما شاء الله في هذا المنتج. تعالوا نشوف مع بعض زيارتنا وزيارة كاميرا البرنامج لمجموعة الحسن والحسين، ونرجع نكمل باقي حلقاتنا. برنامج برعاية والحسين طعم ما يختلفش عليه اتنين. بشكر طبعا حضراتكم لتشريفكم لينا، وطبعا هو بداية الحسن والحسين كان تقريبا من حوالي 23 سنة، كانت بدايتنا كانت في مجال الماركت، والحمد لله طبعا توسعنا في مجال الماركت، وبعد كده بدأنا في تصنيع اللحوم تقريبا في سنة حوالي 2004، وبدأنا ان احنا نتطور ونتوسع فيها لغايه ما خدنا الارض دي في المنطقه الصناعيه في تقريبا حوالي سنه 2007، وبدأنا انشائها في حوالي بدأنا الانشاء بتاعتها في حوالي سنه 2009، وبدأنا ان احنا نصنع المنتج للغير، وبدأنا التوزيع طبعا على مستوى الجمهوريه، والحمد لله طبعا بدأنا وبرضه صدرنا لدولة الكويت، وصدرنا لسلطنة عمان، وإن شاء الله في الخطة اللي جاية بإذن الله إن احنا نصدر لجميع الدول العربية بإذن الله. ودخلنا في مجال الاستيراد في سنة حوالي 2015، وما زلنا مستمرين إن شاء الله في الاستيراد، وان شاء الله طبعا في التطورات باذن الله اللي جايه ان احنا في توسعات. احنا بننتج حاليا دلوقتي اللي هو منتج اللي هو الحسن والحسين والجوكر، وان شاء الله على بدايه 2019 هيبقى في منتج ديليشيز، دي مصنعات لحوم، وهيبقى في منتج نص مقلي اللي هو الفراخ النص مقليه ان شاء الله، ودي ان شاء الله يعني تكون بدايتنا في 2019 بالنسبه للتوسعات. والحسين طعم ما يختلفش عليه اتنين. هو طبعا في الفترة اللي فاتت طبعا طلع ظاهرة اسمها الدي ام اي اللي هو مفروم الفراخ، اللي بعض المصانع بتستخدمه في منتج تصنيع اللحوم، وده طبعا يعني المنتج طبعا في منتج بيبقى مش كواليتي عالي، فده بيؤدي الى بعض الامراض، والحمد لله احنا طبعا المنتج ده ما بندخلوش عندنا نهائي المصنع، وطبعا احنا يمكن شبه يعني يوميا عندنا جهات رقابيه من الطب البيطري، من وزاره التموين، وزاره الصحه، الامن الصناعي، يعني ما فيش ما بيعديش يومين ثلاثه لما بيكون اي جهه رقابيه موجوده عندنا، والحمد لله طبعا بيجي يعملوا طبعا معاينه وفحص شامل لجميع المنتجات بتاعتنا، والحمد لله بيلاقوها كلها صالحه، والحمد لله احنا معانا بالفعل شهادات من وزاره الصحه على مدار الخمس ست سنين اللي فاتوا، ان احنا الحمد لله ما سقطناش اي عينه خالص، والحمد لله بنرعى دمرنا جدا في المنتج. وطبعا احنا يعني المفروم اللي هو الفراخ دون
طبعا بنستخدمه طبعا بعض المصانع، وده طبعا في النهايه ما بتفشل، لان طبعا ما بيراعيش ضميره في المنتج بتاعه، فبالنهايه ما بيستمرش. والله احنا الحمد لله طبعا زي ما قلت لحضرتك احنا بنراعي ضميرنا جدا في المنتج، فطبعا ربنا بيكرمنا بنبيع كميات كبيره جدا، فطبعا وبناخد هامش ربحه قليل مش زي المصانع التانية اللي بتنتج مثلا بمفروم الفراخ واللي هو الدي ام ايه، فده طبعا ممكن يكسب مكسب عالي، ولكن طبعا منتج كواليتي طبعا مش كويس، فطبعا بيبقى نفسه قصير في السوق، واكيد طبعا بيطلع من السوق قريب، ولكن الحمد لله طبعا بقالنا اكتر من 10 سنين بنوزع في السوق، والحمد لله كل مدى في الطالع، والمنتج بتاعنا كويس ومعروف على مستوى الجمهورية، وزي ما قلت لحضرتك يعني حتى كان في لقاء قبل كده هو مع وزير الصناعه في برنامج مش فاكر والله البرنامج ده كان ايه، وكانوا سالوه يعني ايه المنتج اللي ممكن احنا بالنسبه لنا نشتريه من السوق من مصنعات اللحوم وما بقاش فيه ضرر على صحه الانسان، فكان اشار بمنتج الحسن والحسين الحمد لله والشكر لله، وطبعا زي ما قلت لحضرتك احنا ما دام محافظين على الكواليتي بتاعنا وبنراعي ضميرنا في منتجنا، فالحمد لله ربنا بيكرمنا بنبيع كميات كبيره مع الهامش الربح القليل، فمن الحمد لله بنقدر نغطي مصاريفنا والحمد لله والشكر. نغير طعم الكفته والبرجر والمفروم، هنحط كبده ولانشون، اكلنا هو المضمون، مصنعنا كله معقم ونضفته ملها داي، وشيفات واقفه على الطعم الدوقهم هو داي. صناعه داخل مصر في أجزاء هي فعلا انتهت، وفي صناعات قائمة بل بالعكس ده بتتطور بشكل غير طبيعي زي مجال الأغذية، ويمكن تكون دي جزئية ملحوظة أو ملموسة جدا في الفترة اللي فاتت، والأخص دخول بعض الشركات في مجال مصنعات أو الصناعات الغذائية بشكل كبير وبشكل شرس جدا، وده ممكن يكون بنعزيه لأن هو كتر او ان في منافس بيع كتير قوي اتوجدت في خلال الفتره اللي فاتت ما كانتش موجوده في مصر سابقا قبل كده، زي الهايبرات اللي كانت موجوده وزي السوبر ماركتات اللي بدات تتفتح وسلاسل الماركتات اللي اتوجدت داخل مصر، ودي اللي خلت 90% او 90% من الصناعات تكون صناعات غذائيه، ولو لاحظنا ان المنتجات الغذائيه سابقا مقارنه من 15 سنه الى حد اليوم انها تضاعفت تقريبا، يعني هقول لحضرتك على المنتجات الاستراتيجيه زي السكر زي الزيت زي السمن زي المكرونه حتى افضل يعني اقرب شيء خالص كنا بنعتمد على صنف او اثنين كانوا الموجودين في السوق، اعتقد النهارده في ما لا يقل على حسب ذاكرتي او على حسب ما انا بشتري لبيتي ما يقلش عن 12 15 صنف، فده معناه ان في نمو في حته معينه وهي الصناعات الغذائيه، وده اللي خلى مجموعة الحسن والحسين تنطلق من خلال الفترة اللي جاية دي بتطوير منتجاتها وبتطوير القطاع اللي هي شغالة فيه بشكل جيد جدا بناء على الاستراتيجية اللي حضرتها الدكتور حسن غالي اللي هو رئيس مجلس إدارة المجموعة، ان يعني التطور ثم التطور ثم التطور ثم التطور. الحسن والحسين طعم ما يختلفش عليه اتنين. في هنا تواصل دايما مع شركات أجنبية وبيحصل زيارات متبادلة ما بين شركات في ألمانيا وفي سويسرا وفي أمريكية، بيحصل دايما دعوات لمؤتمرات بتحصل هناك وبيحصل على طول في تعاون مشترك ما بين الايه ما بين الشركتين هنا وما بين الجانب الثاني الأوروبي، ده بالنسبة للعلاقات على المستوى العالمي. بالنسبة للعلاقات هنا الشركة بتوفر لنا دايما تدريب في خصوص مجالات الايزو وفي مجالات الخاصة بصحة وسلامة الغذاء، ده الحمد لله اخذنا كورسات فيها كويسه جدا، كورس اسمه هاي فيلد ليفل 4 وفي الايزو 22000 الخاصه بجوده وسلامه الغذاء، ده الحمد لله شركه حاصلين عليهم وتم تدريب عدد من الموظفين المهندسين الموجودين بالشركه على المواصفات الخاصه العالميه بتاعه الايزو 22000. المفترض الدوله بتوفر دايما ان احنا بنيجي نبص للموضوع من ساعه تخرج الموظف او تخرج العامل الفني بيبقى في يعني يعتبر جاب شويه او في فرق ما بين المتطلبات اللي بتبقى موجوده في السوق وما بين المتطلبات اللي بتحرص الدوله على انها بتديها في المناهج التعليميه، فاحنا بنطلب دايما ان احنا نراعي المتطلبات اللي موجوده في السوق وسوق العمل دايما والاحتياجات بتاعته، ويبقى في تطوير دايما دائم ومستمر للمناهج التعليميه بما تواكب سوق العمل. الحسن والحسين طعم ما يختلفش.
رجعنا لكم من جديد مشاهدينا بعد ما شفنا مع بعض زيارة كاميرا البرنامج لمجموعة الحسن والحسين ولقاء في الحاجة معنا بأكتر بنائب رئيس مجلس إدارة وبمجموعة من القائمين على المجموعة. في قبل التقرير كان معنا مداخلة من الأستاذ عبد الغفار مغاوري محامي القومية الأسمنت، اتكلمنا فيه عن محاولات أو تصدي العمال والقائمين والقانونيين عن الشركة لمحاولات التصفية اللي بتتعرض ليها. من جديد بينضم لينا دلوقتي الأستاذ عبد الغفار عشان يكلمنا عن الشكل القانوني. في الحقيقة هم في انتظار جلسة بكرة هتحدد يعني مصير ومستقبل الشركة. بنقول ألو. معلش أنا آسف. لا عادي يا أستاذ غفار ولا يهمك. اتفضل بقى قول لي أستاذ غفار، احنا اتكلمنا عن أبعاد الأزمة. أبعاد الأزمة هي محاولة ممنهجة للتصفية. قول لي بقى أنتوا رفعتوا قضية، القضية وصلت لفين؟ القضية حاليا أمام محكمة مجلس الدولة الدائرة 7 استثمار، وكان ليها جلسة الأسبوع اللي فات، والمحكمة مأجلة لجلسة غدا للاطلاع والاستعداد من جهة الحكومة، لأن احنا رافعين القضية ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمصفي قانوني للشركة القومية الأسمنت، اللي حاليا بيقوم بعمليات تصفية وبيع بشكل مريب جدا بثمن ضخس لكل معدات الشركة، بيقضي الإسراع في القضاء عليها بشكل غريب برضو رغم المحاولات ورغم انه عارف ان في قضية امام مجلس الدولة بتطالب بالوقت، يعني مستمر في نفس النهج وعايز بس اقول لحضرتك حاجة قبل الخط ما يقطع. انت حضرتك كنت بتتكلم على مراكز التعليم الفني، تمام. عايز اوصل لحضرتك حاجة مهمة جدا، ان كل الشركات الصناعية تجهز المراكز البخارية النصر والسيارات القومية الاسمنت الغزل والنسيج كان فيها مراكز تدريب تابعة ليها بتقوم بتدريب الشباب عليها بتدريب عالي جدا. يا سعد الغفار عايز اقول لحضرتك على حاجة، ده كمان مش موجود. يعني انت بتتكلم هنا عن مصانع القطاع العام، ده انا بشوفه بنفسي انا وفريق العمل في مصانع القطاع الخاص النهارده موجود، بيعملوا محاولات جاده من اصحاب المصانع لتوفير مدارس، لكن الفكره ان التعليم الفني مفيش تعاون مفيش تواصل. لا هو حضرتك كل الصناعات الاستراتيجيه كان فيها مراكز تدريب فني، تمام، بتعمل عمليات تدريب لا يتوفر حتى لخريج الكليات، مش لخريج المدارس الثانويه الفنيه او الصناعيه. حضرتك بس انا عايز اقول ان القوميه الاسمنت على مساحه 876 فدان ارض، القوميه الاسمنت ليها محاجر تشتغل فيها بتعمل خامل كلينر. طب استاذ عبد الغفار بعد اذنك عشان وقت الحلقه كمان انا عرفت خلاص، يعني يمكن اللي بتابعونا كمان عرفوا التفاصيل او ابعاد الازمه. التوقعات القانونيه بجلسه بكره شايفين المساله ازاي؟ احنا املنا في القضاء الشامخ قضاء مصر وقضاء الاداري بالذات انه ينقذ هذه المهزله، انا لا اسميها الا مهزله، واحنا كل جهودنا امام المحكمه بنبرز كل الجوانب القانونيه اللي هي تمت بالمخالفه للقانون والدستور بالنسبه لقوميه الاسمنت وغيرها من الشركات، والمحكمه ان شاء الله نامل في انها تستجيب وتوقف. شكرا استاذ الغفار، بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله يكون في بكره يعني قرار يصدر لصالح عمال الشركه ولصالح القطاع العام اللي في الحقيقه قلنا مرارا وتكرارا لا نهوض بالاقتصاد ولا نهوض بالصناعه الا باعاده واستعاده بعض مصانع القطاع العام في كل المجالات. يعني يمكن حتى في صناعات الملابس، وانا مزور القطاع الخاص، المستثمرين والقائمين بيتكلموا عن مصانع الغزل في المحله وميت غمر، اعاده احياء مصانع الغزل لدعم صناعه الملابس بقوه. قبل التقرير اتكلمت مع حضراتكم في محاور او اهم المحاور والمشاكل اللي قابلتنا خلال عام 2018 داخل المناطق الصناعيه والصناعه المصريه بشكل عام، واتكلمنا في المحور الاول عن العماله والتعليم الفني. تاني محور واهم محور في الحقيقه كان بيقابلنا داخل المناطق الصناعيه مساله التسقيع. يعني ايه التسقيع؟ النهارده بيجي مستثمر جد بيبحث عن ارض داخل المنطقه الصناعيه مش لاقي، ده نتيجه ان بعض التجار في الحقيقه او مسقعين الاراضي بيحصلوا على هذه الاراضي من الدوله بخدماتها باقل تكلفه بدعوى انشاء مصنع، لكنها في الحقيقه مصانع وهميه، وده في الحقيقه بيعكس لنا صوره ثانيه، صوره من انخفاض الطاقه الانتاجيه داخل المناطق الصناعيه بالكامل. يعني بتلاقي النهارده منطقه صناعيه فيها 1000 مصنع وليكن سي، بتلاقي اللي شغال فعلا على ارض الواقع 200 مصنع، ده موجود. يجي مستثمر جد، يجي مصنع عايز قطعه ارض عايز مصنع يبدا مشروعه فيه مش لاقي،
ويبدا هنا يخضع لابتزاز التجار بعيدا عن الدوله. يمكن ده اهم مشكله قابلتنا او تاني اهم مشكله قابلتنا خلال عام 2018، وبطرحها النهارده للمره الثانيه لعلها تجد صدى لدى المسؤولين، ونبدا نشوف متابعه وحركه داخل المناطق الصناعيه لتصفيه بقى يعني من هو جاد عن عكس من الغير جاد. تعالوا مشاهدينا نروح مع بعض لتاني زياره لنا النهارده في المنطقه الصناعيه بورسعيد، وزياره ولقاء مع المهندس فاضل مدكور رئيس مجلس اداره مصنع دق لصناعه الاحذيه. تعالوا نشوف قال لنا ايه ونرجع نكمل مواضيع حلقتنا. برنامج برعايه انا شايف ان توجهات الدولة بالنسبة للصناعة ده طبعا افضل توجهات ولمسها على ارض الواقع، حتى لمستها برضو خارج من مصر. بدأت الاستثمارات والمستثمرين يتجهوا لمصر لما فيها من عمالة، وطبعا تيسيرات على المستثمر بالنسبة للاراضي، بالنسبة لاجراءات بناء المصانع. فحتى لي اصدقاء كتير بداوا يبنوا يعني يفتحوا مشاريع ويفتحوا في مصر، يتوجهوا لمصر بدل ما يتوجهوا للدول الافريقيه او البرازيل او المناطق دي، وفي نماذج كتيره. فده طبعا سهل على المستثمر وسهل له على انه يعني يحس انه استثماراته في مكان فيها استقرار، مكان فيه فعلا يعني حاسس ان المستقبل موجود في مصر. محتاجين الصناعات التكميلية لكل صناعة، ومحتاجين الدولة برضو تتبنى تكنولوجيا خطوط الانتاج، لان دي من اسباب النجاح واسباب تقدم الصناعة في البلد. يعني نجاح الصناعة لها 5 أسباب. أول سبب الفكر، لازم يكون عند المصنع فكر ورؤية. تاني سبب رأس المال أو الخامة، المواد الخام، تكون مواد خام، ودي بتقع على الصناعات المكملة. جزء منها بيقع على الدولة وجزء منها بيقع على المصنع اللي داخل في الصناعة ذات نفسها. في الجزء الثالث الميكنة، ودي نقطة مهمة بيهملها المصنع في مصر، ان هو ما بيطورش ميكنته ويحدثها ويخليها مواكبة الميكنة العالمية، لان هي دي اللي بتجود في الصناعة. النقطة الخامسة اليد العاملة، ودي موجودة ومتوفرة عندنا، ولكن محتاج المصنع انه يستغلها. طب الدولة هتعمل له ايه؟ موجودة اليد العاملة، هو اللي ياخدها يدربها ويكفيها ويعمل لها الاستقرار، يعمل لها البيئة المناسبة. عمر الدولة ما تخش تعمل لها البيئة المناسبة. ففي أشياء تقع على المصنع وأشياء تقع على الدولة. الدولة بتوفر له الأرض، وأظن ده موجود والاتجاهات الدولة ماشية فيه، بتوفر له الطرق، بتعبدها له، بتوفر له البنية التحتية، بتوفر له، بتيسر له على الأرض، وده موجود في المناطق الصناعية، بتديها له على 5 سنين و6 سنين، لكن هو يقع عليه الباقي، يقع عليه ان هو يشتغل، يقع عليه ان هو يبدا يطور في صناعته ويواكب الاذواق العالميه، ان كان من حاجه مختصه بالموضه او مختصه بالتكنولوجيا او مختصه بالتشطيب والفينش، حاجات كتير. والله هي كانت بتقابلنا تحديات كتير، ان ما كانش في اليد المهرة بالذات في التطوير، يعني اليد المهرة كانت من غير تطوير، لها سقف محدد. انت عاوز ترتكب منتجك يبقى زي المنتج المستورد وتعمل اكتفاء محلي لبلدك، وما تستوردش، بدل ما نطلع الدولار بره او العملة بره تعمل اكتفاء وبعد كده تصدر.
فما كانش موجود عندنا نفس الفكر، فانطرينا ان احنا نجيب او جبنا خبراء قعدوا مع في المصنع يدربهم. طبعا دي الدولة ساعدتنا فيها صراحة، برضو تحديث الصناعة ساعدنا في امور كتير كنا محتاجين في تطوير التطوير ومهارة العامل عندنا، دخلوا بالبرامج التأهيلية و يعني في النهاية يعني وصلنا لننقل النموذج اللي بره موجود على أرض مصر. دي مسؤولية المصنع مش مسؤولية الدولة، لأن كل واحد عارف هو عاوز إيه. الدولة ما تقدرش تشتت نفسها في جميع الصناعات، لكن هي بتدي خطوط عريضة تناسب جميع الصناعات. المصنع ياخد الأمور دي بقى ويترجمها على الخاص بتاعه ويمشي بيها. فلازم يبقى ياخد الرؤية، لازم برضو يكون مطلع على المصانع المتخصصة في نفس الصناعة اللي شغال فيها، وصلوا لتطوير ايه، التحديث اللي هم وصلوا له، لازم يبقى مواكب، يحضر معارض. وطبعا الدولة وفرت الامور دي، يعني قطاع الأحذية عندنا متابع جميع المعارض العالمية وفيها دعم من 80-70%. طب بس هو يطلع، هو مش عاوز يدفع 20-30%، الدولة دفع لك 80%، انت ادفع 20% واطلع. هتدفع لك كمان مصروف مش معقول. بالنسبة لصناعة الأحذية او قطاع صناعة الأحذية في مصر اتطور كتير عن زمان، اتطور في خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا او الاربع سنين تقريبا، اتطور بنسبة 50-60% ويزيد عن كده بفضل الله. اصبح في مصانع بتعمل جزمة تضاهي المستورد وبتنافسها فعلا، وبدأ في أسواق يعني كتير حوالينا من دول إفريقية ودول عربية تيجي تاخد الشغل المصري، وده احنا بنلمسها في شغلنا. يعني بدأ يجي أوردرات تصدير كتير، طبعا بيجي لتطويرنا في وتطوير القطاع. وطبعا كان في دور كبير برضو لغرفة صناعة الأحذية في تطوير الصناعة ودورهم مجهودهم في المعارض. طبعا ده فتح لنا في الأسواق الخارجية بره مصر، بيجيبوا لنا برضو تجار نعرض لهم المنتج، هم بيقوموا بدورهم واحنا قمنا بدورنا التقينا. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، حصل التقاء وحصل تصدير، وفعلا فعلا بدأت صناعة الأحذية زي ما كانت قبل الثمانينات منتشرة ومزدهرة في الدول العربية، بدأت تظهر دلوقتي، وبدأ الأسواق يبدأوا يتجهوا للاستيراد من مصر. وطبعا ده بداية يعني، لكن احنا بفضل الله شغالين. يعني احنا نقصنا الصناعات المكملة زي صناعة الرباط والكبسول والخيط والصناعات كتير جدا والأستون، ودسنا صناعات كثيفة العمالة، فهي في تواجدها هنشغل يد عاملة كتير. هنشغل طبعا بيبقى فيها حاجات جنب منها سواء وصناعات مساعدة ليها برضو، فدي تعتبر البنية والاقتصاد الكامل للدول. ده الاقتصاد اللي فعلا بتقام عليه الدول الصناعة الصغيرة، لان كل انسان عاوز يعمل مشروع على قده، كل خريج بيعمل مشروع صغير، لان دي ما تعملتش مصانع كبيرة عالميا، بتبقى مصانع صغيرة اصحابها افراد بيبقوا معدودين 30 او 40 واحد في المصنع، وبتبقى كميات كل واحد بيعمل روح معينة، وبالتالي بيقيموا الصناعة ككل في البلد. هو بالنسبة لبورسعيد ليها وضع خاص من رؤيتي انا عن اي بلد في مصر، لان بورسعيد كانت قائمة على التجارة والاستيراد والمنطقة الحرة، فان هي تقام عليها او فيها منطقة صناعية وفعلا فيها امور تنجح ونسبة، دي امور جميلة جدا، لان اهل بورسعيد متعودين على التجارة والاستيراد، مش دماغهم صناعية خالص. فعلا في منهم كتير اقاموا نموذج وتحولوا من التجارة للصناعة ونجحوا نجاح باهر، وبفضل الله قامت صناعة في بورسعيد بتضاهي المصنعين اللي بقالهم 30-40 سنة في القاهرة وفي البلاد بالنسبة لنا العاشر واكتوبر. فانا شايف ان نموذج بورسعيد بيتجه للصناعة
جميع التجار والمستوردين اتجهوا 360 درجة من التجارة والاستيراد للصناعة. وفعلا هنا بدأ يحصل توظيف يد عاملة من بورسعيد ولمسناها، كانت مقصورة على المنطقة الصناعية في المنطقة الحرة وعلى التصدير لأمريكا. أما دلوقتي عندنا ما يقرب من منطقتين أو ثلاثة ومنظمين، وفي اتساع جميل جدا جدا في الصناعة. فأنا شايف إن بورسعيد كده في الطريق الصحيح ونسبتها ممتازة يعني. والله احنا نشكر طبعا السيد الرئيس على توجهه والاهتمام بالصناعة، وفعلا حسينا رعاية للمصنع، والمصنع الأول كان مش محمي ظهره، دلوقتي نقدر نقول له يعني نشكره ظهرنا محمي وبنمشي بخطوات ثابتة بجراءة. كانت داخلين في الصناعة مهزوزين، خايفين من ان الدولة دايما ما كانتش بتهتم بالمصنع، بل بالعكس انا النهاردة شغال وفاتح صدري لان الدولة حمياني، بل بالعكس بقول لكل شاب ملوش في الصناعة يخش يصنع. الصناعة جميلة، ما فيش احلى من ان هو يطلع شيء وليد تحت ايده، هيحس انه ابنه بيتولد، ما فيش فرحة قد فرحة انه يطلع منتج على ايده جميل يبقى ابنه ويشوفه يكبر والكل يشيد اليه، هو ده النجاح. فيعني انا كلامي يعني ادي شكر للسيد الرئيس، وكلامي للشباب اللي ما يعملش او ما يقدرش يستغل الوقت العصر الذهبي اللي احنا فيه في الصناعة عمره ما هيعمل مشروع. ده لو حط ايده في اي منتج هينجح، عنده سوق في مصر فيه 100 مليون مطمع لجميع المستثمرين على مستوى العالم، ما فيش ولا مستثمر قعدت او اتناقشت معاه قال لما جاي طمعان في ال 100 مليون. الدولة النهاردة جهزت لك الاجواء، جعلت لك الصناعة والإجراءات الروتينية كلها اتشالت، جميع مصنعين العالم النهاردة بيتجهوا في مصر. إلا ننهض كمصريين ونقيم صناعتنا بنفسنا في مصر هيجي لنا بس مستثمر هياخد خيراتنا وهياخد السوق اللي فيه 100 مليون ويصنع واحنا نقعد نشتغل عنده، لا احنا نجيبه ويشتغل عندنا. بنبدا نقطع لها قطع جلد، وبعدين بتخش مراحل منها تجهيز علام ترفيع، وبعدين تطلع لمرحله فوق بيكون ليها مراحل خياطه ومراحل توضيب، وبعدين تخش على مراحل ثانيه زي التكويع والفحص، وبعدين تدخل على مراحل في منها عندنا اكتر من خط، عندنا هاند ميد وعندنا زي مراحل الكلاسيك والكاجوال. الهاند ميد ده ليه شغل خاص بيه، بيخش اوقات في مكنه وفي خياطه باليد، عندنا المنطقه بتتشد على مكنه او ممكن تتشد بالايد، ده لاين وده لاين تاني خالص، بس دي المراحل بشكل مباشر. رجعنا لكم من جديد مشاهدينا بعد ما شفنا مع بعض زيارتنا لمصنع دك بورسعيد ولقائنا مع المهندس فاضل مدكور رئيس مجلس الإدارة. المسؤولية ملقاة أو مقسمة بين الحكومة والمستثمر، في الحقيقة كلام محترم جدا جدا. ليه؟ لأن النهاردة وإحنا بنزور كل المصانع ما ينفعش في مشاكل محدش أنكر، لازال على مستوى التراخيص في بعض المشاكل، لازال على مستوى الخدمات داخل المناطق الصناعية، لازال على مستوى
ترسيخ الفكر الصناعي النهارده في اذهان المصنعين انفسهم في بعض القصور. لكن النهارده مش معنى كده ان المصنع او رجل الاعمال مستني الحكومه او الدوله تقدم له كامل الخدمات وهو موجود مكانه. النهارده بنبحث سويا عن نقطه التقاء، ولكن في المنتصف، نقطه التقاء تجمع بين الحكومه والمصنع، تجمعهم لدعم الصناعه المصريه. محور ثالث في الحقيقه زي ما قلت لحضراتكم النهارده يعني في شكل اقرب للحصاد، حصاد الصناعه المصريه خلال 2018. محور ثالث بيقابلنا عن التصدير، بنشوف الطموح الاجتهاد موجود داخل بعض المصانع. مصنعين في الحقيقه بيقولوا ان منتجنا قادر ينافس في الاسواق الخارجيه. النهارده عندنا منتج مصري، كل ما هنالك يعني يكون هناك اهتمام بمساله التصدير، تسقيف، ايجاد قاعده عملاء في الخارج لطرح المنتج المصري خارج الاسواق المصريه. يمكن في لقائنا اللي جاي، في التقرير اللي جاي، هتشوفوا حضراتكم فكره ترتبط او مبادره ترتبط بمطالبات بتعيين وزير للتصدير. تعالوا مشاهدينا نشوف مع بعض زيارتنا الجايه وجولتنا ولقائنا، ونشوف كلامنا عن وزير التصدير، ونرجع نكمل باقي حلقتنا النهارده. الحقيقه توجيهات السيد رئيس الجمهوريه بخصوص تذليل العقبات امام الصناعات المصريه او الصناعه بصفه عامه في مصر دي حقيقه ملموسه دلوقتي على ارض الواقع. احنا لمسنا حاجات كتير جيده جدا، على سبيل المثال الترخيص. الاول كان قصه الترخيص دي ممكن تاخد سنه سنتين ثلاثه نتيجة الروتين والمشاكل الإدارية اللي هي في الجهاز الإداري في الدولة، الأجهزة بقى المعنية الخاصة بالتراخيص وكده، وكثرة عدد المراحل اللي بتمر بيها مرحلة الترخيص. الحقيقة دلوقتي بعد القانون الجديد الاستثمار الجديد اللي هو بتوحيد جهة الترخيص اللي هي في هيئة التنمية الصناعية، دلوقتي الموضوع ده زال العقبات كتير جدا الحقيقه امام الصناعات كلها. ولو نظرنا لايجابيه هذا الموضوع، هو فعلا ده موضوع ايجابي جدا، لانه بيحط الشخص امام نفسه ان هو يتعلم شيء ايجابي ويكون انسان كويس. بمعنى المصنع اللي ما عندوش ترخيص ده ولا قادر ان هو يستورد خاماته، ولا قادر ان هو يصدر منتجاته، فكده بتضيع فرص منه اكيد. يعني في القانون الجديد بتاع توحيد الجهة الترخيص اللي هي بقت هيئة التنمية الصناعية في شباك واحد، طبعا ده عمل فرق كبير قوي. النهاردة المستثمر بيجي يقدم في هيئة التنمية الصناعية على الترخيص بتاعه في خلال اسبوعين او ثلاثة او شهر ماكسيمم بيكون واخد الترخيص بتاعه. كده لما خد الترخيص ده اتجاه كويس من الدولة انها بتعلم المستثمر او بتديله ايجابية انه انا واثق فيك وبدي لك ترخيص للمنشأة بتاعتك. كده من حقك تستورد خامات، من حقك تصدر منتج، يبقى كده مفيش فرص ضايعة. المشهد الصناعي في مصر النهاردة مشهد الاتجاه محترم. هو في اجتهاد وفي خطوات ماشيه في هذا الاتجاه، وبصفه عامه في اساس ارتقاء الدول هي الصناعه. الصناعه هي القوه والاساس لاي دوله في العالم، هي الصناعه اللي بترفع الدوله. انا شايف توجهات رئيس الجمهوريه طبعا محترمه جدا وسريعه وقويه جدا. وبدأنا بعمل البنية التحتية اللي بتخدم الصناعات في الدول، بنية تحتية محترمة، ودي خطوة جيدة جدا. كلام ماشي مظبوط ومحترم. الكهرباء كلام مظبوط، الغاز كلام مظبوط جدا. كان زمان الكلام ده بيبقى فيه مشاكل كتير وقوية قوي، فكانت بتعرقل صناعات كتير، ولكن دلوقتي الأمور اتحسنت. الأسعار اختلفت، في زيادة وكل حاجة، ولكن ده اتجاه كويس. ده هي القصة دي، اللغز ده هيتفك بالتصدير، الصناعة تقوى يبدأ تصدير.
عندي رسالة بوجهها للسيد رئيس الجمهورية. هي وجهة نظر من عندي، ولكن أنا شايف إن هي قوية جدا. عشان الدولة بتاعتنا تمشي في الاتجاه التطور السريع الصناعي والخروج أو مساعدة الدولة للخروج من الأزمة اللي احنا فيها الاقتصادية، مش هنقول بنسبة 100%، ولكن هي رحلة النيل بتبدأ بخطوة. أنا أعتقد هي دي الخطوة. الدولة بتاعتنا الشعب المصري شعب عاوز اللي يساعده، عاوز اللي يساعده، بمعنى واجب على الدولة انها تعمل قطاعات بتتبع لوزارة الصناعة. وانا بقترح على رئيس الجمهورية، وده موضوع انا شايف انه هيجيب نتائج هايلة، بقترح على رئيس الجمهورية ينشئ انشاء وزارة تصدير، وزارة للتصدير متخصصة، وزير للتصدير معاه عوامل مساعدة، معاه مجموعة من الشباب المتعلمين بره وتعليم جيد وجوه وعندهم فكر وعندهم طموح، ياخد العوامل المساعدة اللي تساعده ونعمل وزارة تصدير شغلتها المسؤولة في جمهورية مصر العربية عن التصدير. اقتراح ووجهة نظر في الحقيقة بتدشين وزارة للتصدير لدعم المنتج المصري بشكل أكبر ولإيجاد مساحة تنافسية خارج الأسواق المصرية للمنتج المصري. كل ما هنالك وزير أو معنيين أو جهة أو مسؤول يشوف أنت بتصنع إيه، أنا بتصنع كذا، طب أنت محتاج إيه عشان تصدر، محتاج والله قاعدة عملاء أنا هوفر لك كدولة، محتاج دعم أكتر للمنتج عشان ينافس بأسعار كويسة، يكون أسعاره قريبة من الأسواق أو المنتجات اللي جاي لنا من الصين. هبدأ أوجد لك مساحات عملاء في الخارج أو قاعدة عملاء في الخارج، هدعم لك المنتج بشكل أكبر وبالتالي أدي مساحة للمنتج المصري. مشاهدينا في الحقيقة يعني ابتداء من الحلقة الجاية هستمر مع حضراتكم في طرح الحصاد الصناعي خلال عام 2018، لكن النهاردة هنكتفي بالثلاث محاور اللي اتكلمنا فيهم في الحقيقة في بداية الحلقة: العمالة والتعليم الفني، التسقيع داخل المناطق الصناعية، وكمان محور التصدير ودعم المنتج المصري اللي شايف انه محتاج في الحقيقة اكتر من حلقة، لكن النهاردة وقت حلقتنا قارب من الانتهاء. مشاهدينا يمكن هنستمر مع حضراتكم في نفس الميعاد الجمعة الجاية ان شاء الله، لكن قبل ما اختم هسيب حضراتكم مع اخر زيارات لنا النهاردة، زيارات كاميرا البرنامج في الصعيد ومحافظة الدقهلية. زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة هنشوف النهاردة زيارة لمحافظة الصعيد، بنتكلم عن حركة الاستثمار في الصعيد سواء الاستثمار التجاري او الصناعي. مشاهدينا الى هنا نكون قد وصلنا الى الختام، في حاجة بشكر فريق العمل، بشكر الكنترول، بشكر كل من يبذل مجهود في أسرة برنامج حكايات بلدنا، واشوف حضراتكم الاسبوع القادم في نفس الموعد ان شاء الله. كمان خضراوي رئيس مجلس اداره شركه فيوتشر لاند للاستثمار العقاري والاستيراد والتصدير. طيب عايزين ناخد حضرتك النهارده اختلاف حركه التجاره بين السنه دي والسنين اللي فاتت، اتعاملت معاها ازاي وقدرت تعدي الازمات دي ازاي؟ احنا كانت شركتنا الاول تسويق عقاري بحت، وبعد كده لينا بالظبط سنه ونص دلوقتي خدنا بدانا ناخد مشاريع باسمنا. من كده الحركه اللي فاتت ما كانتش مؤثره معانا قوي سعر رفع سعر الدولار او تعاوم الجنيه او الكلام ده كله، لكن في الوقت الحالي انا لو واجهتنا هنقول على حد ما نفهم على حد ما اتعلمنا في موضوع السوق، هنقول لو السعر رفع معانا او تعاوم الجنيه تاني وسعر الدولار طبعا هنضطر نرفع اسعار المواد المباني هتبقى عليه. من كده احنا برضه شفت الشركات الاخرى قدرت تعدي الازمه ازاي واستفدت منها؟ اللي هي رفعت السعر بس، هي رفعت السعر ودفعت الناس اغلبهم في السعر، ما كانش كان غصب عنهم يعني، ما كانش في حل غير كده. والله موضوع الشباك الواحد ده اللي كان عمله السيد الرئيس مع وزيره الاستثمار واتكلمت عنه، هو اللي بيستفادوا منه يعتبر اكتر مننا بتوع الصناعه. لكن الاستثمار العقاري لسه يعني لسه ما هو اللي استفاد منه بالظبط كده، لكن بالنسبه للاستثمار العقاري والاستثمارات الاخرى لسه ما يعني ما لمسناهاش. شركتك النهارده بتقدم ايه جديد للعميل والتسهيلات اللي بتقدر تقدمها للعميل النهارده؟ انا والله احنا بنقدم حاجه بنبيع حاجه قسط، يعني شركة فيوتشر الوحيدة اللي بتبيع على أربع سنين قسط. أربع سنين قسط. حسابك بتدفعه وفلوسك بتدفعها في البنك. تمام. اللي طبعًا كتر شركات العقارات في الصعيد عملت مشكلة، مع إن هم الناس أغلبهم على فكرة يعني مش أغلبهم، ثلاث أرباعهم ناس كلهم محترمين وناس أحسن مننا.
بنحاول ان احنا بنقدم اللي نقدر 9% من السعر 10%. محمود عبد السيد محمود عبد الرحيم. مجال بسكوت وشوكولاته. تمام. عايزين نعرف من حضرتك النهارده المنتج المصري المحلي شايفه النهارده بنفس المنتج المستورد ولا لسه عندنا عقده خوارج؟ لا انا بفضل الله عز وجل بينافس وبينافس قوي جدا كمان يعني. طيب المنافسه على قد صعيد ولا انت شايف المنافسه على مستوى جمهوريه مصر؟ لا على مستوى جمهوريه مصر العربيه. ده بالنسبه لمجال حضرتك؟ لا بالنسبه للمجالات كتيره جدا. زي ايه يا فندم مثلا تقدر تقول لي؟ زي حضرتك اقول لك المولتو والكيك والشوكولاته والكوفرتينا والكابري، كل الحاجات دي منتجات بسم الله ما شاء الله يعني على مستوى جمهوريه مصر العربيه بشكل عام. منتجات الاغذيه احنا واخدين فيها رقم واحد. يعني شايف ان مرحله الاستثمار فيها لا عدت مراحل يعني. عدت مراحل كتير ان شاء الله بفضل الله عز وجل. تمام. طيب عمليه الاستثمار هنا في محافظه قنا، انت شايف عمليه الاستثمار وتطورها وصل لفين؟ وهل يعني في انجاز تطور عمليه الاستثمار ولا لسه شويه؟ لا في انجاز والملموس يعني في خلال الشهرين الثلاثه الاخر. انما قبل كده ما كانش اي حاجه. نعم. اسباب الانجاز اللي حصل ايه يعني ايه اللي حصل عشان يبقى في تطور في عمليه الاستثمار؟ لان هو الاستثمار كان في مصر عامه يعني ما حدش كان باصص له، والصعيد بصفه خاصه ما حدش كان باصص له حد، وانا ما اعرفش حاجه عن الصعيد يعني عامه يعني. انما لما جاء القوا نظره على الصعيد وابتدوا يهتموا بيها كمحافظات ابتدت يعني تقوى شويه. قصدك يعني الحكومه بقى فيه فيها في نظره للصعيد. فاصبح ان في حركه اكتر. وابتدى المصانع ابتدى حتى تاخد قوه يعني ابتدى تاخد قوه على الارض الواقع وتشتغل. مجدي محمد زغلول صاحب مصنع زغلول للصناعات الغذائيه بمنطقه الصناعيه هو نجح حماده هنا. لا الحمد لله النهارده احسن من امبارح بكتير، وحاليا يعني بدا التنافس يشتد برضو بناء على توجيهات السيد الرئيس بتنميه الصناعه في مصر، وبنحاول عشان حتى نوفر عمله صعبه ونحاول ان يبقى في سعر في متناول المستهلك المتوسط، ما تبقاش التكلفه عاليه بتاعه المنتج، ودي كلها يعني ان شاء الله هتصب في مصلحه المواطن في الاول والاخر، وفي تقدم دلوقتي عن الاول بكتير. تمام. طب شايف من وجهه نظرك يعني اختلاف فكر او الوعي اللي بقى عند المستهلك نفسه بقى حجمه قد ايه؟ يعني الوعي نفسه ما بين الصناعه المحليه والصناعه المستورده. لا هي الصناعه المحليه فرضت نفسها بالجوده. المستهلك بيروح يبص الاول على الجوده والسعر وبعد كده بيقارن. حاليا الجوده المصريه الحمد لله بقت قريبه للمستورد. لا مش هنقول يعني هنقول قربت منه. فالمستهلك عاوز برضه يوفر جوده وسعر. اكيد. فعطياله الميزه دي. ميزه الجوده الجوده والسعر. الجوده حاليا احنا الحمد لله بنقرب للمستورد ان شاء الله، وفي المستقبل هنفوق ان شاء الله، بس كله بيجي بالتدريج. اكيد. اختلفت حركه التجاره بين السنه دي والسنين اللي فاتت، تعاملت ازاي مع ازمه ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه في ظل ان في ناس كتير عانت من المشكله دي؟ قدرت تتعدي الازمه ازاي وتعديها؟ يعني عرفنا كده. احنا والله كلنا علينا، بس لازم كلنا نستحمل. اكيد. النهارده اخسر بكره اكسب، هي دي التجاره والصناعه، ما ينفعش اكسب على طول. اكيد. لان مش هحس بالمكسب. ولازم النهارده اعاني من الدولار، يبقى انا احاول ايمح حلول في عملي. لو المنتج او الخامة المستوردة في منها بديل مصري وكويس اشجع مصر واشتغل بيه. برنامج برعاية الحمد لله الامور متيسره جدا، امور ماشيه حلو. طورنا من الاحسن للاحسن للاحسن الحمد لله لعند النهارده. الانسان طبعا بيهم السمعه والعلاقات مع الناس، وان يكون باني سمعه طيبه ويكون صادق مع زبونه ومع نفسه قبل ما يدري الزبون او العميل اللي بيجي الشركه، لان حضرتك سلعه
العميل بيجي يتفرج عليها بيفحصها تماما سواء زيرو استعمال، بننصحه الاحسن له، وهو بيكون مجهز اللي هو عايزه وبجربها وبيشتريها بشكل طبيعي، والحمد لله ما عندناش اي مشاكل في البيع ولا في الشراء ولا اي حاجه خالص. الوقت الحالي الحمد لله الامور مستقره خالص، عايشين في امان، بسيب سيارتي كلها في الشركه وبنام في بيت وانا مطمئن، الحمد لله الامن مستقر خالص والامور هاديه والامور ماشيه بشكل طبيعي الحمد لله، غير الفتره الاولانيه اللي احنا عشناها في قلق وفي مشاكل وكنا خايفين نسيب من فلوس واموال او سيارات او اي حاجه تخص مننا تخصنا بالخوف، كنا بنخاف، لكن الوقت الحمد لله الامور مستقره ومطمئنين. انا هنا في قريه اسمها قريه شيوه مركز اجا محافظه الدقهليه، المكان او المعرض او الشركه اللي احنا فيها الان بتقع ما بين طريق الدقهليه القاهره او طريق المنصوره القاهره الزراعي. الحمد لله احنا متواجدين على طول في الشركه، الامور حلوه طيبه وجميله يعني الحمد لله، ما فيش اي حتى اي حد بيعاني من اي مشكله، يعني احنا ما بتواجد في اكتر من مكاننا بلاقي ما شاء الله معظم الناس او اكترهم او اغلبيتهم مبسوطين، يجي واحد بس بيتكلم مش عاجبه الوضع، طب لو سالته ما تفهمش هو عايز ايه، ما تفهمش هو عايز يوصل لايه، لو اتكلمت معاه طب ايه اللي مزعلك، ما هوش فاهم، ده اقليه، الاغلبيه مبسوطه جدا الحمد لله، واحنا مالناش دعوه بكم، الطرف الثاني اللي هو الواحد من الالف اللي احنا بنتكلم عنه، لكن 99 الحمد لله مبسوطين والناس مستقره والامور حلوه والحمد لله. وطبعا انتهز الفرصه من البرنامج المحترم ونشكر السيد المحافظ ونقول له ربنا يبارك لك، والسيد رئيس الجمهوريه نقول له ربنا يعينك ويثبتك، وباسم مصر كلها بنشكرك على الوضع اللي احنا بقينا فيه، وده نعمه من ربنا ان انت ان احنا لقينا رئيس زي حضرتك يامن البلد بالامان، وبقى الشعب العالم كله مش الشعب بيتكلم عن مصر، والحمد لله الوضع اللي احنا بقينا فيه بعد القلق والخوف والتهديدات والارهاب بقت مصر مستقره بوضع كويس مشرف للعالم كله، فربنا يبارك لكم.